السلام عليكم. مضى وقت طويل ولكننا عدنا والعود أحمد. عدنا كي نطرح آراءكم ونستمع إلى أصواتكم وننقل معاناتكم للسلطات أو السلطات المختلفة في البلاد. عدنا كي نرتقي بالحوار ونحترم اختلاف الرأي. عدنا كي لا يكون صوت المواطن مغيب، لنفتح منبرا لأصواتكم وآرائكم. عدنا لنسلط الضوء على مشاكلنا والتي من أبرزها انقطاع التيار الكهربائي المستمر. ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة: كيف ترى استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ولمن تحمل المسؤولية في ذلك؟ لنتابع التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. ظلام دامس يعم المدن الليبية في الآونة الأخيرة، لاسيما العاصمة طرابلس، حيث وصل انقطاع التيار الكهربائي فيها لأكثر من 12 ساعة يوميا، وذلك بسبب العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية. الشركة العامة للكهرباء حذرت في بيان لها من حدوث إظلام تام على جميع المناطق الغربية في حال استمر إغلاق خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية المزدوجة لأكثر من 3 أيام، موضحة أن المحطة ستتوقف عن العمل بسبب عدم توفر مخزون كاف من الوقود السائل بخزاناتها وخزانات شركة البريغا. أزمة التيار الكهربائي اتسعت دائرتها لتشمل الماء وتهدد حياة المواطنين، إذ تعمل منظومات المياه بالكهرباء أيضا. حالة استياء يشعر بها المواطن بعد أن أصبحت هذه الانقطاعات بصفة يومية، فقد تصبر الأسرة الليبية على انقطاع الكهرباء والماء إلى حين، لكنها تستهجن هذا الحرمان في واحدة من أكبر الدول إنتاجا للنفط، ولا سيما في هذا البرد القارس. تساؤلات وآراء يطرحها البعض: من المسؤول الرئيسي عن ظهور أزمة الكهرباء كل مرة؟ ولماذا لا ينظر الرئاسي المقترح في طلب المحتجين الذين يقفلون خط الغاز بالزاوية؟ وإذا ما تكلمنا عن المحتجين، هل من الحكمة معالجة الخطأ بالخطأ؟ لماذا لا تضع الشركة العامة للكهرباء خطة جذرية للخروج من هذه الأزمة؟ انقطاع التيار الكهربائي المستمر موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-03-02، 021-362-03-03، 021-362-03-04، 021-362-03-05. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج رأي عام بعد توقف دام لأكثر ربما من 3 أسابيع. مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم في مقدمة هذا البرنامج بأننا عدنا لأننا التمسنا بأن صوت المواطن غيب تماما عن الساحة الإعلامية. كل الوسائل الإعلامية لا تفتح منبرا للمواطنين، بل تفتح المنابر للسياسيين فقط. هنا رأي عام، هنا الرأي والرأي المخالف، هنا آراءكم باختلاف برقي لا ضير. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. لنطرح عدة مواضيع، كل يوم نطرح موضوع، وكما عاهدتمونا سابقا بأنه كل أسبوع لدينا سؤال أسبوع يطرح في هذا البرنامج مشاهدينا الكرام، ويتم التصويت عليه من خلال الدخول للموقع الرسمي لقناة النبأ.tv، وتصوتون عليه لتظهر النتائج يوم الخميس في آخر الأسبوع. أبدأ الحوار مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، ومعي أبو حريك من المرج. أهلا بك أبو حريك. مرحبتين، تحية طيبة لك يا أخي. حياك الله يا أبو حريك، أهلا بك، مرحبا بك، كيف أنت يا أبو حريك؟ الله يعزك، الله يبارك فيك. الحمد لله. يا أبو حريك، يعني قد تعددت الأزمات وتفاقمت، وقد ساء حال المواطنين من أزمة تلو أخرى، يعني
لاسيما أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي باتت تؤرقنا نحن أيضا، يعني نعود إلى منازلنا فلا نجد كهرباء، لا مياه لا كهرباء، وضع سيء للغاية. ما تعليقك يا أبو حريك؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟ ولمن تحمل مسؤولية ما يجري في البلاد بصفة عامة وخاصة الشركة العامة للكهرباء؟ أحمل هالمجرمين اللي في الحكومة هذول سواء في الشرق ولا في الغرب، هالعبث وهالإجرام، الناس ماتت عندنا من البرد، أطفال صغار، وهالكهرباء المبالغ الضخمة اللي مليارات تصرف، وهالحالة المعيشية السيئة، وهالرواتب وهالتمويل، وهالأولاد الحرام اللي اهربوا من قنفوتة ومصابين يطلعوا سراقة فلوس وذهب، وهالعصابات وهالنماذج اللي جينا من دول الجوار، هذا كله راهو عمل عبثي. اللي بدها الدولة انها تكون تحت رجل واحد وجيش وشرطة وفي كل ليبيا يقبل هذه اليد. يا ابو حريك، اذا ما سألتك عن الاجواء لديكم في المرج، ماذا عن الكهرباء هناك؟ هل تنقطع بشكل كبير؟ والله يا جماعه ما مقصرين، لكن الله غالب، حطت النظام الدكتوري المجرم القذافي وجاء مصطفى عبد الجليل خرب المشهد هذا كله بسراقه. لكن اسمع، انا والله ما مقصرين، لكن يغيب ساعات وبرد وصقيع ونفس الظروف معيشيه سيئه، ونجم الله وندعي ان ليبيا توحد تحت رجل واحد من غرب وشرق وجنوب وشمال. نسال الله ان يلم ما شملنا. يا ابو حريك، يا ابو حريك، اخيرا، اذا ما قلت لك ابو حريك، انقطع الخط مع ابو حريك من المرج. تحيه لك يا ابو حريك، هكذا نريد كل المتصلين أن يشاركوا معنا بهذه الطريقة، لا يشتمون، لا يسبون، لا يخرجون عن الأداب والخلق الكريم الذي أمرنا الله به ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي مصطفى من مدينة مصراتة، وخالد من بنغازي. إذن بك أولا مصطفى، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا ما أزمة الكهرباء هذه أزمة مفتعلة، كل مرة أزمة كهرباء، مرة أزمة مية، أزمة مش عارف شنو، كل مرة أزمة معاش فهمنا شيء. يعني هم ديما كل شوي تاني يطلعونا بأزمة، هذا كل تاريخ المواطن ولما يخلي يأثروا عليه أنه هو يقعد يكره النهار اللي طلع فيه على القذافي. يعني هذا رأي ومش عارف شي رأي اللي فيه في الموضوع. إذا طيب، إذا ما قلنا بأننا نحن الآن في وضع سيء يا مصطفى، وهذا الموجود، يعني إن كنت ندمت عن الخروج أم لم تندم، هذا الموجود الآن، من تحمل مسؤولية ما يجري هذه الأيام؟ نحمل المسؤولية التامة للمسؤولين، النظام السابق ولا أعضاء اللجان الثورية السابقين اللي هم قاعدين نافذين في كل مكان في الدولة يا أخوي. نعم، إذا نشكرك مصطفى من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تختلف الآراء والنتيجة واحدة، أزمة كهرباء وانقطاع مستمر. إلى خالد من بنغازي، أهلا بك خالد. خالد مرحبا. خالد اهلا بك. يبدو اننا فقدنا الاتصال بخالد. نعم، الى الطاهر من طرابلس وابا بكر من مصراته. بك اولا طاهر، اهلا بك. السلام عليكم. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف انت يا طاهر؟ الحمد لله. يا طاهر، نعم، ما رايك في ازمه التيار الكهربائي ولمن تحمل المسؤوليه في ذلك؟ بارك الله فيك أخي الكريم. تو من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج باهي، يعني تو من 2014 ولا 2000، لا هو عمر البرنامج من 2015 أظن، 2014 باهي، نديروا في حلقات على أزمة السيولة وأزمة الكهرباء، ويعني ديما تتكرر نفس المواضيع. لاحظ أنت، للأسف للأسف احنا بعد الثورة جبنا مسؤولين شدوا الكهرباء وشدوا المؤتمر وشدوا الأحزاب وشدوا الدنيا كلها. الناس هذه خدت رواتب فاحشة، اخدت امتيازات، ما قدمت شيء في ليبيا، وقعد كل حزب يتعارك مع بعضه، كل حزب مدير ميليشيا، اللي يسكر الكهرباء واللي يسكر ضي واللي يسكر عنا في المية، كل منطقة تسكر في عاد تانية. هذا اللي صاير. الكهرباء لما يطلع لي هنا مسؤول كهرباء، بالله عليك هي النقطة دي ما نقول فيها، ويقول يسكر السخانات. أنا نسكر السخانات والله الحوش هرب عليه الضي، والإنارة العامة قدام الحوش البالو اللي في الشارع، والله لا فيه ضي في عز النهار تقول بالعاني فينا. يعني منطقة في طرابلس، أنا منطقتي 14 ساعة يوميا. أستشف من كلامك بأنك ترمي إلى أن هذه الأزمة مفتعلة، ليس كذلك؟ مفتعلة، كل ماسك منطقة، اللي أي ميليشيا في منطقة ماسكة تهدد في المنطقة الأخرى، واحد يهدد فيها بنطفي عليك الاتصالات، الثاني بنسكر عليك الغاز، الثاني بنسكر عليك النفط، هذا اللي صاير.
ما ايش وزيد المسؤولين حتى اللي في المؤتمر منقسمين انشقهم شو مع المجلس الرئاسي، اللي من البلبلوان انشقهم شو مع المجلس الرئاسي، بقعدوا يتو يتعاركوا مع بعض. اليوم بتصور اليوم مجلس النواب هو المنحل زي ما كنا نقولوا فيه مجلس النواب المنحل، فاقوا من نومهم ومشوا علقوا يا افطار، قالوا اليوم هذا مجلس النواب طرابلس في وزارة السياحة زحفوا، يعني قاعدين يطبقوا في قانون الزحف بتاع المعمر. نعم، إذا أشكرك وصلت الفكرة طاهر من طرابلس، شكرا جزيلا لك طاهر على هذه المشاركة. إلى أبو بكر من مصراتة، مرحبا أبو بكر. مرحبتين بك. أهلا بك أبو بكر. بارك الله فيك. الحمد لله. أبو بكر هل تسمعني؟ نسمع فيك. نعم يا أبو بكر، سمعت إلى ما قاله طاهر من مدينة طرابلس، ماذا لديك لتقول في أزمة الكهرباء؟ هي نشوف فيها سياسة أزلام يا أخوي، يعني بوش الحياة تستقر، سياسة أزلام هم يبي يسيطر على البلاد. إذا فأنت يعني ترى أنها مفتعلة، تشاطر ما قاله طاهر. بالضبط، وبعدين حتى المواطن المفروض الفترة هذه يقل من كهرباء، يعني باستعمال يعني كثرة استعمال السخانات والدفايات في كثير ما في داعي لها، قصدي المفروض الواحد ما إذا ما مشيت معك في هذا الكلام، يجب على الناس أن يقومون بترشيد الطاقة الكهربائية، أن يخففوا استهلاكهم، يطفئون السخانات، يطفئون المدفئيات. إذا ما سألتك يعني عن عند خروجك من المنزل في وضح النهار ترى بأن أعمدة الإنارة تشتغل، لماذا لا تقوم بترشيد الطاقة هي الشركة العامة للكهرباء نفسها؟ لماذا؟ والله يدي السؤال ده مفروض يطلع واحد من 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 وزارة الكهرباء واللي يجاوب عليه، مش خلينا يجاوب عليه، هم عارفين. نعم. إذا أشكرك أبو بكر من مصراتة وطاهر من طرابلس، أشكركما أنتما الاثنان. اشتد غضب المواطنين من أزمة التيار الكهربائي المستمرة، يعني وإذا ما تحدثنا عن مناطق متفرقة في العاصمة طرابلس، نتحدث مثلا عن منطقة خلة الفرجان التي إن انقطع عليها التيار الكهربائي يتجاوز 15 ساعة أو ربما يزيد، وإن عاد فيعود ربع ساعة وبعد 15 دقيقة يختفي الكهرباء مرة أخرى، ويأتي ويختفي ويأتي ويختفي، منعكس سلبا حتى على المكونات المادية للمنازل كالتلفزيونات والثلاجات والسخانات. يعني نعم، معي سليمان من بنغازي. سليمان من بنغازي، أهلا بك سليمان. ألو، مرحبا بك. مرحبا يا سليم، أهلا بك. تخطيط لقطاع الكهرباء، قطاع الكهرباء الحمد لله منطقة شرقية أمورنا تمام 100%، لكن المنشيات اللي هناك في طرابلس علينا واللي يقطع العصابات كل مرة عصابة تقطع عليه، ربي يهديهم ويصلحهم ويصلحهم حتى أنتم الإذاعة بتاعتكم. شكرا. طيب، يعني هنالك تحذيرات من الشركة العامة للكهرباء بأنه ربما تنقطع الكهرباء على المنطقة الشرقية، ولكن نحن نسأل الله أن يعمل الأمن على البلاد بأكملها وأن يعم النعم على البلاد بأكملها. سليمان، نعم، أواجه مشكلة في الصوت، أكاد لا أستمع إلى ما يقوله الزملاء، لا أعلم من معي عبر الهاتف، ولكن أهلا بك. أهلا بك نعيم. إذن محمد من غريان، أهلا بك محمد. محمد تسمعني؟ أسمعك أستاذ محمد. أهلا بك يا محمد، حياك الله. يا محمد، ماذا تعلق على استمرار انقطاع التيار الكهربائي ولمن تحمل مسؤولية هذا؟ بارك الله فيك أستاذ محمد، تحية لك. فيك بارك الله. والعود أحمد، وتحية للنبع. بداية نقول لأستاذ محمد بالله حذاري من الجهاز الإلكتروني الذي يدخل علينا كل مرة في عدة برامج الصراحة، في تارك الفتنة وسب القناة وسب، هذا دليل واضح ان النبأ دائما في المقدمه ودائما هي الناصح اللي في دوله ليبيا الحره ان شاء الله. التيار الكهربائي يا اخي محمد. الو. نعم تفضل، انا لا استمع اليك جيدا ولكن اكمل فكرتك. التيار الكهربائي انا احمل اولا شركه الكهرباء. ثانيا العيب فينا اخي محمد صراحه، المواطن الليبي
ليس لديه رأفة على الكهرباء صراحة. إذن يتحمل المواطنين جزء كبير من استمرار هذه الأزمة، أليس كذلك؟ أكيد أكيد أخي محمد، لو ما اصبحناش لبلادنا واصبحنا يعني وضعفنا من الاصراف، المحلات معقولة ب 500 لمبة 700 لمبة، البراريك نتاع الخضرة والواحد لمبات ال 200 و 300 و 400 ليل ونهار، المستشفيات، المؤسسات العامة ليل نهار. إذن فنتحمل نحن جزء من هذه المسؤولية بحسب ما تقول محمد. نتحمل الشركة صراحة، وين العقود الجديدة؟ في شركات، في حاجات يعني محطات متحركة، بإمكان الشركة تتعاقد مع أصحاب المحطات هذه وتجيب يعني الكهرباء صراحة، ما فيش يعني العيب فينا جميعا أستاذ محمد. نعم، أشكرك إذا محمد من غريان، شكرا لك على هذه المشاركة. إلى أبو بكر من بنغازي، أهلا بك يا أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا بك. أهلا. يا أبو بكر، يعني أزمة الكهرباء تتفاقم كل يوم في المنطقة الغربية خاصة، يعني كيف تعلق على هذه الأزمة ولمن تحمل مسؤوليتها؟ أول حاجة نحمل مسؤولية لشركة الكهرباء هي بروحها، لأن ما فيش أصلاً أزمة. لمن تحمل؟ شركة الكهرباء بروحها، أصلاً ما فيش أزمة. أنا عندي أخويا مهندس في شركة الكهرباء منطقة شرقية، فقال إن هي كلها أزمة أصلاً مفتعلة وراها أزلام، يعني منطقة شرقية 90% من الأزلام رجعوا زي طابس الطيب الطافي ثلوث الوزري برعاية العجوز الخرف حفر، فكلهم رجعوا إلى بيوتهم. ترى بأنهم هم من وراء الأزمة؟ نعم نعم. طيب هم موجودون، يعني للإنصاف هم موجودون في المنطقة الشرقية، نعم، والكهرباء تنقطع في المنطقة الغربية، ولدينا نعم محطات هنا. ماذا تقول أبو بكر في هذا؟ وانتوا هنا في طرابلس يشارك حتى بعض المحلات، يعني كمية سحب الكهرباء خيالية بالنسبة للمنطقة، المحلات ومحلات الخضرة، حتى المواطن يعني يزيد اخرى يساعد في هلاك الشبكه. نعم، ربي يصلح حال البلاد ان شاء الله والعباد ان شاء الله. نسال الله ان يصلح حال هذه الامه. شكرا لك ابو بكر من مدينه بنغازي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نخرج الى هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل الحلقه، ابقوا معي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقة اليوم من برنامج رأي عام، والتي استأنفنا مسيرة هذا البرنامج بعد توقف دام لأكثر من 20 يوما مشاهدينا الكرام، وذلك للأهمية القصوى التي ربما الرسائل التي جاءتنا من الجمهور لبرنامج رأي عام كي يطرح مواضيع تهم الناس وتهم العامة. معي خالد وعمر ومحمود، أبدأ بخالد أولا. أهلا بك خالد. إذا فقدت الاتصال بخالد، إلى عمر من مصراتة. مرحبا عمر. حياك الله يا عمر. الله يخليك يا عمر. نعم، الكهرباء تفضل. بالنسبة لأزمة الكهرباء أعطيني البارحة شوية. تفضل. الأزمة مفتعلة، ومفتعلة مقصودة من أجل إنهاك العاصمة والمنطقة الغربية، لأن حفتر وكل ما قام به لم يستطيع دخول المنطقة الغربية عسكريا. جاءوا حكومة السراج، حكومة الوصاية لإنهاك العاصمة من الداخل، غلاء الأسعار، انقطاع الكهرباء، انقطاع الماء، كل هذه الأزمات المفتعلة لإرباك العاصمة وإدخال الفوضى فيها. طيب من هي الأذرع التي تفتعل هذه الأزمة إذا كان ما تقوله صحيح بحسب رأيي؟ الأذرع معروفة، الأذرع هي حكومة السراج والمداخلة الموجودين في المنطقة الغربية برعاية حتى دولية، يعني الإمارات ومصر والمخابرات المصرية تشتغل، الإماراتية كلها تشتغل في داخل ليبيا. نعم، شكرا لك. أزمات مفتعلة، والمواطن هم يحبوا يرغموا المواطن أنه يقبل بأي حل. نعم، شكرا لك عمر من مدينة مصراتة. إلى محمود أو أريناس من يفرن. أهلا بك يا أريناس.
أريناس مرحبا. فقدنا الاتصال بأريناس. معي محمود من طرابلس. أهلا بك محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمود. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات يا محمود، تحدث لنا في أزمة الكهرباء. أولا نحييك ونحيي كل المشاهدين الكرام. حياك الله. أخي، أزمة الكهرباء وأزمة البلاد كلها بصفة عامة، مش كهرباء فقط. يوم مية ويوم كهرباء ويوم كل مرة تسمع كزورة. أسبابها على رأسها البرلمان، البرلمان هذا، البرلمان اللي قاعد نابت في الليبيين. أنا مانيش عارف أنا الخلايق هادو كيف بيديروا. أنا والله حاير حيرة كبيرة جدا في الناس هذ اللي شادين الكراسي، ماسكين الكراسي على شنو مانيش عارف. البلاد من أزمة لأزمة، تو آخر مفاها بالله عليك جايبين لي الروس. أي إمكان يا ليبيين، يجب أن يعرفوها الليبيين، إمكان يخشوا للروس أو يخشوا للمصريين، راهو ضيق وتأكد، ضيق وتأكد يا ليبيين، راهي البلاد حتخرب. أولا وثانيا نرجع بالله عليك، هذا السيد عقيلة صالح بالله، هذا تو اللي يتلون زي الحربة، يوم ابيض يوم اصفر يوم مش عارف شنو. طيب محمود، من ليبيا ولا خارج ليبيا. محمود دعنا من عقيله صالح والكهرباء، الازمه المستمره. الكهرباء اخي محمد، الكهرباء لا ننسى في اسلام النظام السابق موجودين في جميع مفاصل الدوله. الدوله كانت على المقبور والمجموعات اللي معاه والشرطه اللي كانت مع المقبور، والباقي الوصيه اللي هي اللي شاده الناس كالعصام النفس، اللي قاعدين في مفاصل الدوله هم السبب، هم سبب خراب البلال البلاد. ولكن ان شاء الله كما قضينا على الدواعش في سرت، ان شاء الله دار ان شاء الله حيكون لهم هم. شكرا لك محمود من مدينه طرابلس، وعمر من مصراته، شكرا لكما. الى اريناس من يفرن، مرحبا بك يا اريناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سقاسه مقاس إذا نطقتها صحيح، كل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الأمازيغية. تسلم، بارك الله فيك. تسلم أستاذ مقاس. أريناس، في هذه المناسبة الطيبة للأسف الشديد تنقطع الكهرباء، ما تعليقك؟ تعليقي لو سمحت لي راح نتكلم ربما بكلام مختصر شديد، ما بيش نطول هلبة على المشاهدين. الأزمة اللي موجودة بتاعت الكهرباء وهي أزمة جدا مفتعلة، لأن أنا بنحكي بالفلاقي، المنطقة احنا الجبلية طبعا جت موجة برد سقيع، يعني سقع برد قارس. برد. نعم. موجة البرد هذه مع أزمة الكهرباء، مع أزمة المحروقات، الغاز مش متوفر، مع الأزمة المالية اللي موجودة، الناس جدا تعبة من جميع الظروف. والأزمة الكهرباء نحمل المسؤولية للناس اللي موجودين في السلطة، سواء اللي موجودين في المنطقة الغربية أو الحكومة اللي موجودة في المنطقة الشرقية. احنا ما عادش فهمنا في هلبة حكومة في الشرق في الغرب، مش متواصلين لنقطة التواصل. طيب. مش متفاهمين. موجودين على السلطة ولحد الآن مش حلين ولا أي نوع من الأزمات اللي موجودة، والشعب تعب. نعم. أريناس، إذا ما خرجت بك عن هذا الموضوع بالمناسبة الطيبة والكريمة وهي ذكرى رأس السنة الأمازيغية، ما هي الأجواء لديكم في مهرجان يفرن اليوم إذا كنت قد ذهبت هناك؟ الأجواء طبعا جدا حلوة، أجواء احتفالية، تغيير الجو على قولت احنا الليبيين، وكل عام وانتم بخير، ونتمنى أن الشعب الليبي يطلع من هذه الأزمة، لأن الشعب الليبي طيب هلبة ويستاهل كل خير. تسلم، بارك الله. كل عام وانتم بخير. بالأمازيغية كيف تنطق؟ أسقاس دمقاس. أسقاس دمقاس. شكرا لك بنت يفرن أريناس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذه الذكرى الطيبة. مشاهدينا الكرام، للأسف تمر ذكرياتنا الطيبة وذكريات الكريمة وتمر في أزمة قابضة. إلى سومة من بنغازي وحميد من طرابلس. أبدأ بك يا سومة، أهلا بك. كيف حالكم؟ حياك الله يا سومة. يا أخوي، بنحكي على أزمة الكهرباء. نحن في بنغازي. الأستاذ اللي قبلي هو من بنغازي ومن المرج، يقول ما يطفش المرج، يطفى بال 14 سنة، بال 14 ساعة، بال 15 ساعة. في بنغازي يطفى علينا بال 8 ساعات، بال 10 ساعات. في هضمة مش عايشين معنا والله. كيف؟ أين أنت في بنغازي بالتحديد؟ أنا موجودة في بنغازي في منطقة الأرض الحراسة. يطفى علينا بال 10 ساعات. في واحد يقول ما فيش منا الكلام هذا يطلع، انا مستعده نطلع. اذا فانت تؤكدين الله غالب من مش حنقدر نطلع مظاهرات. طيب،
طيب إذا حالكم كحالنا هنا في غرب البلاد، لمن تحملين مسؤولية هذا؟ أنا نحمل البلاد سوما؟ نعم أتسمعينني؟ أكملي؟ أنا أسمع فيك. أكملي. النواب اللي قاعدين في آخر البلاد ومش ما يندروش علينا، ياخذوا بال 17,000 وما يندروش علينا. حكومة الثانية الحكومة الفاشلة، الشيب الخرفان اللي قاعد في المرج هذا كارث. معليش نبوا حل البلاد، الله غلب علينا. نعم نسأل الله الحاجة الوحيدة أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. ربي ينصر خوتي في قنفودة. نسأل الله أن يلملم ما شمل هذا البلاد. شكرا لك سوما من بنغازي، وكذلك أريناس من يفرن، إلى حميد من طرابلس. أهلا بك حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حميد أم عبد الحكيم؟ عبد الحكيم. أهلا بك عبد الحكيم، قد استسغت صوتك يا عبد الحكيم. أهلا بك. معليش يا أخوي محمد. عودة حميد حتمتوا والله اللي فرحتونا، قعدت نقر في فرحي زعما سني ولوا كذا بلكي عادة والحمد لله. عدنا والعود أحمد. يا عبد الحكيم تفضل، يبدو أن ما في جعبتك كثير، تفضل. أول حاجة نحييك ونحيي كل الزملاء وقناة النبأ وكل الناس الطيبة والنيرة والعقول الطيبة، ونحيي أخوتنا الأمازيغ بحفلتهم هذه بتاع السنة الجديدة. إن شاء الله دائما هم في سعادة ورخاء لكل الليبيين. نسأل الله ونترحم على شهدائنا تور 17 فبراير والشفاء العاجل لجرحانا والثبات دائما للناس المخلصة لله ثم للوطن. طيب عبد الحكيم، أزمة الكهرباء يا عبد الحكيم. نعم. أزمة الكهرباء، لمن تحمل مسؤولية هذه الأزمة المستمرة؟ من يتحمل مسؤوليتها؟ هذه أخي محمد، ربي عرفناه بالعقل سبحان الله. قصدي أنا نقولهم الناس اللي قاعدة خبيثة وتفكر إن هي تكيد في الليبيين راهو مردود عليكم، مش اليوم لصغيرتكم. أخي محمد تو أخديته مطور 250 جنيه ليشيني للثلاجة، ومازال المطور متاع المية، وهذه نحملها لكل من يلبس في التكوات ويلبس، والله إلى يوم القيامة بإذن الله ما نسامح فيها واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. وبالنسبة للناس اللي تحرد هذه في الجومات واللي تسكر في الطرق مردود عليكم، لأن من أذى الطريق أذى المسلمين. وأخوتك اللي بيه في العزايز ساكين معناه عنده ضيق في الصدر، أو إنسان صغير ملائكة كيف مجيوب تخنقة. أولا أداء الطريق، ثانيا تهدف الناس. إذا كانت تعلم فالمصيبة أكبر، إن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر. فتلك مصيبة. نعم أشكرك عبد الحكيم من طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة عبد الحكيم. إذا مشاهدينا الكرام كما تسمعون إلى آراء المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، يبدو الاستياء كبير وكبير جدا من خلال آرائهم التي يطرحونها، ومن خلال ما يقولونه من كلام وطريقة إلقاء كلامهم أيضا، ربما يعني يصف مدى الاستياء من المسؤولين. نعم مع إبراهيم من طرابلس والفلاح من بنغازي وعبد الحميد من سلوق. بإبراهيم من طرابلس أولا، أهلا بك يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إبراهيم. حياك الله وبيك يا إبراهيم. نعم. إن الكهرباء تنقطع في اليوم على الأقل 12 ساعة. كيف تعلق على هذا ولمن تحمل المسؤولية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار العملية كلها، حتى اللي يرضى في صبعة عارف إن هي مؤامرة. واحد زائد واحد اثنين. حتى اللي يرضى في صبعة عارف إنها مؤامرة. خير كلام مقلة ودم. نظم نفسك خاصة المنطقة الغربية، نظم نفسك، ما تقعد ليش ردع ودروع عمل مركزي مش عارف شني شرطة وجيش وحرس ووطني حرس رئاسة. المهم نظم نفسك. ورقم الثانية وحسرة على يا حيف عليك يا أستاذ عبد الرحمن السواحلي، يا حيف والله أنت وفي غيرك وغيرك ما كم إذا تحملهم المسؤولية. أفهم كلامك بأنك تحملهم المسؤولية، ليس كذلك؟ نحملهم المسؤولية ولنا الدور جايهم. اليوم قنفودة وامس قنفودة وبنغازي، وغدوة حيكون في مصراتة وطرابلس. الدور جاي راه ما تقوليش. الدول غعيب عليهم انهم هم يتحركوا. عارفين مؤامرة في مؤامرة، دير حل لنفسك، اتحرك. نعم. حل، رد المؤتمر الوطني. نعم وصلت الفكرة إبراهيم من طرابلس، شكرا جزيلا لك. إلى بنغازي وفلاح من هناك، مرحبا فلاح.
السلام عليكم. خير يا حمادي، نورت الشاشه. اهلا بك، اهلا بك يا فلاح. الله ينورك يا فلاح، كيف انت؟ الله يسلمك اخوي حميده، شو الاخبار؟ الحمد لله بخير يا اخوي محمد. هذه مفتعله، هذه ازمه مفتعله، عيني عينك واضحه العمليه. هذه واضحه، هذه مفتعله اوروبيه نخرة. ما الهدف منها اذا كانت مفتعله؟ الهدف منها ان تقبل بالصديد بتاعها بعفته. كيف تجيك الضي ويجيك الميه ويجيك لني. ولكن الشركه العامه للكهرباء تعزو سببا قطاع التيار الكهربائي لمن يقومون باغلاق انبوب الغاز الذي يغذي محطه الزاويه. الضي من قبل حتى انبوب الغاز يا استاذ محمد، يا استاذ محمد لازم ناس الضي هذا نعانوا منه من قبل حتى الانبوب بتاع الغاز بتاع لنين، لنا فتره نعانوا منه، لنا سنتين نعانوا منه قبل الضي، بالذات في العاصمه طرابلس ديما يشكو في الغرب غادي. نعم، أشكرك أيضا فلاح من مدينة بنغازي وإبراهيم من طرابلس. إلى حميد من سلوق، مرحبا بك حميد. حميد أهلا بك، أهلا بك عبد الحميد. إذا فقدنا الاتصال بعبد الحميد. إلى بنغازي ومعي رافع من هناك وعبد الباسط من جدابية. بك أولا رافع، أهلا بك رافع، أهلا بك. يبدو أننا فقدنا الاتصال برفع أيضا إلى عبد الباسط من جدابية. مرحبا عبد الباسط. ألو، مرحبا. أهلا بك عبد الباسط، كيف أنت؟ 100% بالله. نبي نسألك سؤال أنا. تفضل. قصة قنفودة كم كم بتقولوا تورغة؟ نقول تورغة يعانون من البرد القارس، يعانون من الأمطار. خرجنا نصور في مخيمات تورغة، خرجنا نصور وننقل الصورة. كذاب انت. إذا فأنت الكذوب ولست أنا. تابع النشرات وسترى تقريرا بعينه على نازحي تورغة. برنامج السابعة سلط الضوء على نازحي تورغة. لا تقل لي بأنني كذاب وأنت الكذوب، لا تقل لي بأنني كذاب وأنت الكذوب. أنت لا تشاهد هذه القناة، كيف لك أن تحكم قطعا بأننا لم نقم بتصوير مخيمات تورغة؟ كيف لك أن تقول ذلك؟ اتق الله في نفسك. برنامج السابعة سلط الضوء على نازحي تورغة، وقمنا بإعداد تقارير على نازحي تورغة، وكل يوم نتواصل مع نازحي تورغة ونازحي بنغازي. نحن نقف على مسافة واحدة في الأمور الإنسانية تحديدا من هذا الشعب الكريم، لا ننحاز لأي طرف من الأطراف في الأمور الإنسانية تحديدا. أتكلم عن الأمور الإنسانية، البرد القارس، الصقيع، السيولة وما إلى ذلك. يا رجل اتق الله، تكذبني وأنت الكذوب. أنتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومتى ما نواصل هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم في برنامج رأي عام التي تسلط الضوء على قطاع التيار الكهربائي. هداك الله يا عبد الحميد من سلوق، يقول بأننا لم نغطي معاناة أهالي تورغا في هذا البرد القارس، وقد قمنا بتغطية خاصة على هذا الموضوع وقد عرضنا تقارير على هذه المعاناة التي يعانونها أهالي تورغا. نحن لا فرق بيننا بين تورغي أو مصراتي أو ما إلى ذلك، هذه أمور إنسانية، هؤلاء بشر، هؤلاء إخوتنا في الدين وفي الوطن وفي كل شيء، نحن نتقاسم معهم لقمة العيش، وأهالي تورغا يعرفون ذلك جيدا، نتواصل معهم بين الفينة والأخرى. نحن لا ننحاز في الأمور الإنسانية، لا ننحاز، بل نقف مع المتضررين. إلى عبد الله، إلى عمر من جدابية وعبد الله من مصراتة. بك أولا عبد الله من مصراتة، أهلا بك. عبد الله أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الله. تحياتي لك استاذي الكريم وللاستاذ الصقر مكرمتي ولطلتي اذاعه دخلها وخرجها ولكل مخلص لدينه ووطنه. حياك الله. يا عبد الله، ازمه الكهرباء يا عبد الله، تحدث لنا في الازمه. والخزي واللعن على البائعين المتخاذلين. نعم. استاذي الكريم، ما رب يكون في عمرك انت وربي يعطيك وسعه البال والصبر على هؤلاء المتخلفين. اللهم امين. رموز التخلف هذا اللي تعاني منهم ليبيا. ليس كلهم لدينا في هذه البلاد المثقفين والراقيين يا عبد الله، ولكن نسأل الله أن يهدي الجميع، نسأل الله أن يهدي الجميع. هذا ما يرجعوا الأصل، هذا متكلفين كلهم، هذا متكلفين هذا. طيب يا عبد الله، واحدة أنا أقول لحد واحدة مرجعين نكسر كان بالغرض من 3000 النازحين، وزين لا يتورغ رام كويسين وسمحين يا سلوك أنت يا سلوكي.
عبد الله لا نريد الإساءة إلى أي شخص. عبد الله إذا سمحت يا عبد الله تحدث لنا في كهرباء. عبد الله يا سيد محمد هم باعتبار الناس كويسين توارغ أنا بهم يحطوا محتاج هذا في سلوك السلوكي هذا. يا عبد الله يا عبد الله نحن نريد لملمة شمل هذا الوطن. على كل حال عبد الله نحن نتحفظ على ما تقول. أبناء سلوك إخوتنا، أبناء تورغاء إخوتنا، أبناء مصراتة إخوتنا، كل الليبيين إخوتنا. لا ننحاز يحتضرهم عند غادي بس يخليهم بجانب غادي كويسين سلوكي هذا. على كل حال يا عبد الله نسأل الله أن يهدي الجميع ونسأل الله أن يهديك ويهدي الجميع ونسأل الله أن يصلح حال العباد في هذه البلاد وأن يقولوا قولا كريما يلملم شمل هذا الوطن. قولوا قولا كريما، قولوا قولا كريما. إلى عمر من جدابي. أهلا بك عمر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد شو حالك؟ حياك الله يا عمر، كيف أنت؟ الله يسلمك وسامحنا على الأخ اللي غلط فيك من إجدابي. لا ضير، لا ضير في ذلك، كلنا خطأ ونخطئ ونصيب. وضوما عباد الطاغوت. كلنا نخطئ ونصيب. توا يحكي عليه تورغة هم اللي خشوا على الناس وما يقولوا عمر لا نريد فتح هذه الأحاديث. عمر لحظة يا عمر لا نريد فتح هذه الأحاديث، نريد قولا كريما يلملم الشمل وينسينا في الماضي اللئيم. يا عمر لا نريد الماضي اللئيم. وبالنسبة يا اخوي محمد أزمة الكهرباء نشاط رخوتي اللي قبلي اللي قالوا لك أزمة مفتعلة وسبب الأزمة هذه تعود لي للأزلام النظام السابق. نعم أشكرك إذن عمر. يهدي البلاد ويحفظ الله صورة 17 فبراير. نعم وعلى إن شاء الله. على قلوب الأعداء إن شاء الله. أشكرك إذن عمر من مدينة الجابية وعبد الله من مصراتة. أشكركم أنتم الاثنان وأشكر حتى عبد الحميد من سلوق الذي تهمني بالكذب أشكره وأسأل الله أن يهديه. أشكركم مشاهدين الكرام جميعكم، نرجو من كل المتصلين أن يقولوا قولا كريما. البلاد تمر بمرحلة حساسة وحساسة جدا جدا. قولوا قولا كريما يلملم شمل هذه البلاد وينسينا الأحقاد التي في قلوب الكثيرين من أبناء هذا الوطن. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يبت ويزرع الأمن في قلوبنا. إلى أحمد من طرابلس وعبد الله من مصراتة. بك أولا أحمد، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي محمد؟ حياك الله، كيف أنت؟ محمد يا ريت أولا القناة هذه فضائية، يعني يا ريت اللي بالداخل يقول كلام، لأن العالم كله يتخيل، العالم كله حتى لو هذا ما نقوله، هذا ما نقوله أن العالم يتفرج علينا وهنالك متصلين يقولون كلاما لا يعقل. فالبلدان الأخرى والقبائل العربية التي ربما تشاهد يقولون ما لي أبناء ليبيا هكذا، يقول شعب معقولة شعب متخلف هذا ما يستاهلش حتى الضيق. يتكلم على الضيق ما يستاهلش الضيق، والكهرباء حرام. شعب متخلف، شعب يعني يقول كلمة كويسة محترمة في صلب الموضوع ودير تحليل، ودير تحليل منطقي. لما تقول لي أنت مثلا كذا كذا كيف جبتها أنت؟ حتى أنت يا أستاذ محمد قلت أنت الناس اللي يتصلوا بك قول أنت قول في كلام مثلا تتهم في شخص. من قال سببا غير منطقي فدليله سيكون غير منطقي، فبالتالي يعني أن أنهي معه المكالمة أفضل من أن أسير معه وأقطع الخط على الآخرين، لأن لدينا ازدحام في الاتصالات. نعم أكمل أحمد. أنا هدي حاجة بعدين. أنا بالنسبة للأسباب الله أعلم، أنا ما نقدرش نقول لك، أنا ما نقدرش نزم، لأن لما نزم أنا مرات تكون ظالم. أنا نقول مثلا مفتعل أو كذا، لكن إحنا نديره تحليل منطقي بسيط جدا. يعني إذا إحنا توا يعني مثلا بالنسبة للسياسة، احنا الشعب الليبي المواطنين البسطاء ما ليهمش علاقة بالسياسة. انا نبي خدمات، نبي ضي يحكمني فلان، يحكمني فلان، انا مش علاقة، انا مش نبي رسمة، انا نبي كهرباء. تقدر توفر لي كهرباء معناها انت كويس بارك الله فيك، ما تقدرش توفره معناش انت اجتهادة وما صبت. نعم عادي. وصلت الفكرة احمد من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك. معي عبر الهاتف عبد الله من مصرات. اهلا بك. اهلا بك عبد الله. عبد الله مرحبا. عبد الله اهلا بك. اذا كنت في الاستماع يا عبد الله. فقدنا الاتصال اذا بعبد الله من مصراتة. اذا اشكر كل المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقه وادعوكم وانصحكم بالقول الكريم. الى محمود من بنغازي. اهلا بك محمود. مرحبا. حياك الله يا محمود. بالله توا هذا السلوك نتاع مصراتة، الكلب نتاع مصراتة والكلب نتاع. اذا نقفل الخط، اقفل الخط، انه يشتم. اقطعوا الخط، انه يشتم. مشاهدينا الكرام، يا ابناء عمومتي، لا يجوز ما تقولون، لا يجوز. اتقوا الله وقولوا قولا كريما. نسأل الله ان يصلح ذات بيننا
القبائل العربية تشاهد وتقول ما بال أبناء ليبيا هكذا؟ ما بالهم يتحدثون مع بعضهم البعض هكذا؟ ما بالنا؟ ما بالنا نعمل هكذا؟ قلوا قولا كريما. سلوق أحبابنا، تورغة أحبابنا، مصراتة أحبابنا، زنتان أحبابنا، غريان أحبابنا، كل أبناء ليبيا أحبابنا، نحن مسلمون ليبيون، نحن أبناء وطن واحد. إلى محمد من مصراتة، أهلا بك محمد، أختم معك، مرحبا محمد، أهلا بك محمد، أهلا بك، حياك الله يا محمد. محمد؟ نعم محمد، تحدث لنا في أزمة الكهرباء. محمد، فقدنا الاتصال بمحمد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أولى الحلقات بعد استئناف برنامج رأي عام. للأسف الشديد، بقدر ما المواطنين مستائين من الأزمات المتعددة، فأنا مستاء من الكثير من المتصلين الذين لا يقولون قولا كريما ويبثون الفتن عبر هذا البرنامج. نحن نطرح آراءكم هنا كي نلملم الشمل، كي نقول قولا كريما ما أمرنا الله به. لا نريد أن نرجع إلى الماضي وإلى الأحقاد وإلى الانقسامات، يكفينا، يكفينا دماء. على كل حال، تقبلوا تحياتي، أنا محمد العجمي، أشكركم وأستودعكم الله، ألتقي بكم في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.